جهود إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس والقادة اللبنانيين. اتجهت الأنظار أمس إلى قصر الإليزي لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لاسيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني. فهل ستعود السعودية إلى لبنان من بوابة باريس؟ أوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس برئاسة مستشار نزار العلولة ومشاركة السفير وليد بخاري أن اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريال تمحور حول تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك. وكشفت المصادر لنداء الوطن أن المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمر ولا فلس منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية. تجري الآن يعني عملية يعني وضع الآلية الخاصة بإنشاء الصندوق، صندوق المساعدات المشترك السعودي الفرنسي الخاص بلبنان. ولفتت المصادر إلى أن الدعم الذي أعلن عن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار سيستكمل كما اتفق مسبقاً، أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية فضلاً عن مساعدات طبية وصحية. وصندوق السعودي للتنمية من جهة، والوكالة الوطنية الفرنسية، الوكالة الوطنية للمساعدات الإنسانية ومركز الطوارئ والمساعدات الفرنسية، سيتم التوقيع على هذا يعني الصندوق وإنشاء آلية عمله في بيروت. وقد أكدت معلومات للمصدر نفسه أن الوفد السعودي يتضمن شخصية دبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله، إنما كان واحداً من بنود أجندة لقاءاته، والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنار إيمي، إضافة إلى دبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية.